واش الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم شرينا واحد الطائر من نوع الببغاء، وبالضبط السميه ديالو باللغه العربيه سميتو الكوكتيل. وهنايا في المغرب تيقولوا لي طائر الكالوبسيت، هنا معروف بهذه السميه ديال الكالوبسيت. باقي صغير، يلا غادي نوريه لكم. المهم غادي تشوفوه هو باقي صغير، كاين اللي غادي يقول لي راه باقي صغير بزاف، ولكن الا بغيتي ديري فيه خصك تاخذو في هذا اللاج ديال 20 يوم 24 يوم 23 يوم بحال هكاك باش يمكن لك دريسيه هو اللي فعلك. الا خديتيه في شي لاج كبر من هذا العمر هذا ما غيتدريساش لك وغادي يبقى سوفاج. المهم في هذا الفيديو غادي نوريه لكم، وغادي نوريكم واش ذكر ولا نجوى، وغادي نوريكم النوع ديالو واللون ديالو. وهاد اللعيبه اللي شاد في الدادي السورانغ باش غادي نوكلو هو حيت باقي صغير. غير هو حكر البارح جبتو بالليل باقي موكلتوش، حيت هو خصو ياكل حتى النهار، ياكل في النهار وفي الوسط، وسط ديال النهار زعما، وفي العشيه وقبل من الليل اخر وجبه تكون بالليل. صافي بالليل كنخليه ينعس مرتاح، كنبغي نبسطو له هو حيت باقي صغير. الماكله ديالو غادي نخلط عليه مع المسخون في هاد الطاسه هادي، وغنخلطها غادي تكون تحاول تكون جاريه شويه باش تدوز في السورانغ، ما تكونش ثقيله، الا كانت ثقيله ما غاديش تدوز في السورانغ. المهم قبل ما نوريه لكم ها هو في الكرتونه، بغيت كلشي يقول تبارك الله حيت العين كتشد اي حاجه هادي كلشي عارفها، قولوا تبارك الله. المهم واحد جوج ثلاثه، ها هو الوليد باقي صغير مسكين كيخاف، الشوره كيدير بحال هكا حيت خايف، ويلا خارج من الصندوق اللي كان فيه مع خوتو. عارفين الصندوق كتكون مظلمه وفي القفل مولف والديه، دابا يلا خرجناه درناه في كارطون. زوين تبارك الله، شوف شوف اللون ديالو كيف داير، وانا كنصور لكم في هذا تفكرت كان عندي واحد ديجا في 2018 بحال هذا، تاهو كنت شريتو صغير ودريتيشو. غنخلي لكم الفيديو ديالو دابا انا تشوفوه. هاي الماكله ديالو، شو خلطتها ليه هنايا بالمسخون. بالنسبه للماكله ديالو كاينين بزاف ديال الانواع ديال الماكله، هي عباره على بودره غبره كتخلطها مع المدافي، ضروري تخلطها مع المدافي وكتعطيها، ها انتوما باش كديرها في كتجربها في البرا وكتعثر في حالك، خصك تخرج في حالك جاريه. هو في الاول امبوسيبل غادي ياكل لك من البره من النهار الاول، عاد زعما عاد حطها لي حدا في امه غير بدي ياكل امبوسيبل، شو هو مولف على امه وبا، يعني في الاول ضروري غادي تبزز عليه انت الماكله واحد ربع ايام ولا خمس ايام، المهم ربع ايام الماكسيموم، ربع ايام الماكسيموم هو يولي يجي عندك يبغي ياكل، غير دير ليه هكا لي حدا في امه غادي ياكل. ها انتم شوفوا انا غادي ندير لي حدا في امه واش غيدير له، شوف شي راه خايف، راه ما كيستاجبش مع البره، لا راه خايف هو كينقب، راه ماشي زعما باغي ياكل بحال فمو زعما تينقب. ما غيبغيش ياكل دابا، انا غنشدو نحلي فمو ونوكلو بشويه، ومني غادي يولف هو غادي يولي يجي عندي وغيبغي الماكله عادي، ما يبقى يخاف ما والو. دابا راه بديت انا كنبزز عليه، ما بقاش كياكل كنبزز عليه، كنحلي فمو كنخشي عليه بزز باش ياكل، حيت ضروري خصو ياكل، إلا ماكلاش راه غيموت. ودابا أصلا كرشو راه خاوي. الصراحة ماشي ساهل دريسي بيروكي صغير، ديك كتجي خمرو والبلاصة اللي كتوكلو فيها كاع كتوسخ، هو كيتوسخ، ومني كتكونو كتوكلو فيه مع غادي يدوز الوقت غادي تكون هادي باقا مخواتش وبردات، مني غتبرد غتعجن، غتعاودو تزيدو عليها الما سخون. غنحاول نهزو من الكرتونة. كيخاف مسكين بزاف، هادي صدقات حطيت لي فمو هو سرق. هذا كيبان لي ساهل في الدريساج، عرفت شو علاش دابا درت لي بحال هكا؟ دابا هو راه جيعان بزاف حيت عطلت عليه الماكله، كون عطيتها ليه قبل ما يجي الجوع ما غيبغيش، غيبقى يتعكس معاه. اللهم كنت خليته كيجوع باش كيسهال عليك، هو كيكون
هو محتاج لديك الماكلة. وحط لي غير نقايطة في فمه وخليه هو يشرطه، مشي تبقى تزوز عليه بزاف غير يتخنق. باقي ما كيعرفش انتما كنحط عليه كيبقى تبقى لي غير فمه كيعرفش يشرط. شتيه وكيخرج تخرج لي من الجناب. يلا حل فمك. ومع هاد الماكلة دايرة بحالكم عجنة ضروري غادي يتوسخ من هنا من جهة صدره، مني غادي يكبر شوية غادي يدوش يدوشو ليه بالماء باش تحيدي ليك القشرة. ماشي وحدة من مورا وحدة متابعين حيتاش غادي تخنق، عطيه وحدة حتى تحس بيه دازت ليه عاد عاد عطيه تاني. مبقاش بغا يحل فمو دابا كاع، واحد الحاجة أخرى إلا مكنتوش كتصبرو مغاديش تقدرو تكملو معاه، حتى غيعصبكم غادي يبقى يبزل الماكلة وغادي تعاود ترجعها ليه، مبغاش يتحلك فمو وغيبقى ضروري الخاطر وتصبر معاه عاد إلا بغيتي تكمل معاه. شتو فين وصلت معاه؟ ها هو هنايا دابا كيسارح شويه، ضروري كلينيكس باش تبقاش مسح ليه فمو باش ما يتوسخش، حيت داك هاد العجينه ديال الماكله هادي كتلصق كتكرم ليه على الريش والريش غيخسر ليه. المهم راه باقي ما لقيتليش شي سميه، اش عطيهم لي نتوما شي سميه نسميها لي، كل واحد يعطيني سميه، السميه اللي عجبتني نختارها لي ونبقى نعيط ليه بها ديما. قولوا لي نشوفوا مايا كي جاكم في اللون وفي الشكل والزوان ولا خير. غنشوف تبارك الله شوف شحال كلا كيف هذيك اللي كانت عامره، هذا الشيء اللي بقى دابايا غنحيدو بمعلقه وغنخشي في السورانك. سبحان الله اللي لاحظت في هذا من النهار الاول ميسر دغيا شي كيعكسش معايا بزاف، هذاك اللي يشوف الفيديو واخا تشوف هذيك اللحظه مدريزي ديك الساعه راه فاش كبر، ولكن فاش كانت صغيره ما كانتش كتعنكش معايا، كلك تجي خمر والو ما كتبغيش تاكل ليا بزاف باش كنوكلها، وشاي ضربت معايا شي سيمانه على ولد فاش. غنعطيكم واحد المعلومه واعره باش حتى شي واحد اللي عجبو هاد الديكور هذا وبغى يشري شي واحد بحال هذا ويدري فيه هو، ملي تكون كتوكلو السوناك ما تخشاش لي في الجهه اليمنيه ديالك انت، بحال دابا هو اون فاس معايا الجهه اليسريه ديالي انا، اليمين ديالو هو، اليمين ديالو هو في الفم ديالو هو فين تعطيه الماكله، هو فين تعصر ليه الماكله بالسوران، الا عصرتيها ليه في اليسر ديالو اليسر ديالو منين كيتنفس يقدر يتخنق لك. واخيرا الحمد لله كلا الماكله كامله الطاسه كامله خواش، هانتوما شوفوا هذه المعده ديالو راه كتبان لكم عامره، يعني دابا شبع هو شبع، دابا غنحطو شادو عاوتاني 3 سوايع ولا 4 سوايع، المهم ما تفوتش 4 سوايع ونعاود نعطيه وجبه اخرى. نقدر نعطيه قبل بشويه الا بان لي الا قلبت وبان لي فيه الجوع نقدر نعطيه. بالنسبه في الاول ديال الفيديو قلت لكم واش تذكروا ولا نتوما هذا النوع هذا ما يمكنش لك تعرفوا واش تذكروا ولا نتوما الا شكي كبر كيدير ديك 4 شهور
غادي يمكن لك تعرفو يعني دابا هذا باقي ما معروفش يعني السميه اللي غادي نسميه وشي سميه تكون على ذكر ونسوه باش منا نسميوها ليه لا دابا ومني يكبر الا كان ذكر تجي معاه ولا كانت نسوه تجي معاه كل واحد يخلي لي شي سميه زوينه في الكومونتير غنختار وحده وغنسميها ليه ان شاء الله بطبيعة الحال مني غادي نكمل لي الماكله دابا كملتها ليه غادي نعاود نرجع الكارطونه ديالو حيت هو راه كما قلت لكم باقي صغير خصو السخونيه كارطونه كتكون فيها النجاره صافي وكنخليه فحال هكا وغنسد عليه الكارطونه اصلا كتنفذ ما كنسدش عليه كامل باش نخليها فحال هكا بالنسبه لهاد البره هادي مسمى قلتش لكم عليها كيف ما شفتوا في الفيديو الشاه وكلتو بها عادي ما كاين حتى شي مشكل قادي الغاره كاينين شي براوات اخرين غاليين ماشي ضروري تشريهم هاتو مشو هادي البرا عادي ديال كني شامل الحانوت وهاي وكلتو بها وباخر هذا تبارك الله كيبان لي طالع درايف شو دغيا ولا مابقاش كي وتهدد قبيله كان صوفا شي غوت كي يهرب شو دابا بدا يولف هنا غادي نكون وصلت لنهايه ديال الفيديو مابغيتش نطول عليكم الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل بغيت نقول لكم واحد الحاجه اي واحد تفرج في هذا الفيديو يدير لايك بغيت نشوف قد لي فيو قد لي لايك اول مره بغيت نشوفها عندي في الفيديو واش يعني اي واحد تفرج يدير لايك باش نشوف قد الفيديو واش قد لي لايك نشوف واش تقدروا ديروها ولا ما تقدروش وتا لهنا غادي نقول لكم تهلاو ونشوفكم في فيديو جديد